تزامنا مع رفعه من قوائم الإرهاب الأمريكية، إحباط هجوم للميليشيا الحوثية بمسيرة مفخخة على مطار أبها الدولي. الجماعة إرهابية وإن سقط التصنيف. وليندر كينغ، الهجمات على أهداف مدنية تؤكد أن الحوثي لا يريد السلام. هجوم أربيل، خلط لأوراق أمنية برسائل سياسية. ميليشيا مجهولة تعلن مسؤوليتها عن الاعتداء الصاروخي وسط تشكيك كردستان. الكاظمي يوجه بلجنة مشتركة للتحقيق، ورفض قاطع من المملكة لاستهداف أمن العراق. إيران والألعاب الخطرة في إفريقيا، تنشيط للخلايا النائمة لبث الفوضى واستهداف المصالح الخليجية والأمريكية. النيويورك تايمز، طهران تريد تعويض خسائرها الكبيرة بأهداف سهلة، والحرس الثوري يوسع نطاق ميليشياته. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في هنا الرياض. مع استمرار الميليشيا الحوثية في استهداف المدنيين في اليمن والسعودية، دعت واشنطن الميليشيا إلى وقف تقدمهم نحو مدينة مأرب ووقف جميع العمليات العسكرية والانتقال إلى المفاوضات. المبعوث الأمريكي إلى اليمن طالب إيران بوقف دعمها للحوثيين، مضيفا أن الميليشيا إذا أرادت إظهار حسن النية فستبتعد عن إيران. فما هو السر وراء الموقف الأمريكي اللين مع الميليشيا؟ وهل تبلورت لدى واشنطن خطة واضحة لإنهاء الأزمة اليمنية، أم هي مجرد رغبة حتى الآن؟ في اليوم الموعود لرفع ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب الأمريكية، تثبت الميليشيات بأفعالها أنها إرهابية حتى وإن كانت غير مصنفة كذلك. فمسيرات الحوثي الإيرانية تجاه المدنيين، وهدير المدافع، وأزيز الرصاص تجاه النازحين، واستغلال أطفال لا حول لهم ولا قوة وقودا للحرب، جميعها غيض من فيض وشواهد عيان. على مدار أسبوع أفشلت الدفاعات الجوية الملكية السعودية 3 اعتداءات حوثية همجية على مطار أبها، المطار المدني المكتظ بالمسافرين الأبرياء. هجمات من الميليشيا الحوثية رداً على الدعوات الدولية والإقليمية للسلام، واستجابة الميليشيا تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة الحرب لا لغة السلام، بل ليتها حتى تفهم القواعد الدولية للحروب والقانون الدولي الإنساني. ما تفهمه وتجيده هو الإرهاب، إرهاب بأوامر من الدولة الحاضرة دائماً في مستنقع التطرف والفوضى. فالعتاد والتدريب والتمويل قادم من إيران. التراجع الأمريكي بإلغاء تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا لا يغير شيئا، فالتصنيف مستحق وسيبقى. أما عن الدعوات الأمريكية والأممية للميليشيات بوقف العدوان تجاه المملكة والتصعيد في مأرب والانخراط في العملية السياسية، فتحتاج إلى استراتيجية واضحة وضغوط دولية على الذراع الحوثي وجسده في إيران، وإلا لن تخرج من نطاق المناشدات والبيانات. السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن أكدت على جرائم الحرب الشنيعة للحوثيين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف تهديدات الميليشيا للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مع تعميم الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس. والمملكة على النهج والثوابت لإنقاذ اليمن العربي وتخفيف معاناة الشقيق اليمني، وهي الطرف الوحيد الذي تصدى لإرهاب الحوثي بيد تحمي ويد تبني وتشيد من أجل توفير حياة كريمة لليمنيين. إلا أن هناك تساؤلا ملحا، هل وضعت القرارات الأممية للاختراق والانضمام إلى سجلات الأرشيف؟ كيف السبيل إلى تحقيق القرار 2216؟
أهلا بكم للنقاش. أرحب بضيوفي في هذا الملف هنا في الأستوديو رئيس مركز الخليج للأبحاث دكتور عبد العزيز بن صقر، من القاهرة الباحث الأمني والعسكري الدكتور يحيى أبو حاتم. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عبد العزيز، ماذا عن الموقف الأمريكي حتى الآن برغم أنه هناك استهداف مستمر للمدنيين في مأرب، هناك استهداف للسعودية وللمطار وحوالي 10 أيام أو أكثر، ولكن الموقف الأمريكي فقط يدعوهم إلى التوقف عن دخول مأرب أو التقدم إليها واستهداف المدنيين؟ يعني بالتأكيد، أولا مساء الخير لك ولمشاهدينك في كل مكان ولضيفك الكريم. أنا يعني أعتقد أن الموقف الأمريكي ما زال متهاون. يعني ربما البعض يتحجج بأن هنالك ارتباطات أمام الإدارة الجديدة، وأن الكونغرس كان مشغول بموضوع محاكمة ترامب، وأنه لم يستطع أن يعين كل الموظفين المطلوبين والمسؤولين، وأن هنالك ما زال إجراءات داخلية وانشغال داخلي في الولايات المتحدة. ولكن هذا غير مقبول، لأن هنالك قضايا أمنية ومهمة، وأحيانا التهاون فيها سوف يكلف المنطقة ويكلف أيضا حتى الولايات المتحدة حينما تريد أن تتدخل. كنا نتوقع ردود أكثر حزما وصلابة، وليس فقط تنديد أو دعوة إلى، لأنه بالنسبة للحوثي هو يرى أنه قضيتين أساسية، هو سوف يستمر في العمليات ضد المملكة لآخر لحظة، والسبب من وجهة نظر الشخصية أنه يريد أن يكون طرف في التفاوض. حينما يتفاوض الجانب يعني الجانب الأمريكي أسرع في أن يرفعه عن قائمة الإرهاب، ولكن بالمقابل إذا أراد أن يكون هنالك قرار، وهذا القرار حول وقف إطلاق النار، فهو يريد أن يكون طرف في هذا القرار في قضية وقف إطلاق النار، ولذلك يستمر في عملياته ولا يتوقف حتى يعطي نفسه المشروعية في التواجد والمشروعية في التفاوض. النقطة الأخرى والمهمة أن الجانب الأمريكي كان يجب أن يمارس ضغوط مختلفة، لأن هذه تهديدات. يعني مأرب اليوم لا سمح الله لو كان هنالك تقدم أكثر وسقطت مأرب، فهذا يعني يجعل حضرموت والمكلا والمناطق هذه كلها يعني معرضة أيضا لتمدد الحوثي وقواته في يعني في ذلك الجانب. لذلك يعني نتمنى، وما زلنا يعني نرى أن الموقف الأمريكي يجب أن يكون أكثر حزما. واليوم الموقف الأمريكي أمام تحديات عديدة، التدخل الإيراني وما حصل يعني في شمال العراق، التدخل الإيراني في مناطق أخرى، رفض إيران المفاهمة يعني فيما يتعلق باليمن مع المبعوث الأممي. سأعود معك بالتفصيل في الموقف الأمريكي في اليمن، نعم. والخطة هل هي واضحة أم لا تزال؟ دكتور يحيى أبو حاتم، الولايات المتحدة دعت الحوثي إلى وقف تقدمهم نحو مدينة مأرب ووقف جميع العمليات العسكرية، لكن التقدم نحو مأرب ما أسبابه؟ هل كان هناك انسحاب لقوات الشرعية أم ماذا بالضبط؟ حياك أخي مفرح، أنت وضيفك العزيز وجميع المشاهدين الأعزاء. حقيقة لم يكن هناك انسحاب، كان هناك تحشد للحوثي يعني لقرابة 3 أشهر. الحوثي يسيطر على المنطقة الجغرافية التي تتواجد فيها الكثافة السكانية، هناك عمليات ممنهجة قام بها الحوثي سواء بالتغرير على أبناء القبائل اليمنية، الدفع بالمهمشين، أيضا استغلال الاحتياجات المادية التي كان هو سبب فيها، أيضا التعتيم الإعلامي والتحشيد. كل هذا استطاع الحوثي خلال السنوات التي يسيطر عليها أو يحتل العاصمة صنعاء والمحافظات التي بجانبها، إلى حشد الكثير من المغرر بهم والدفع بهم في حروبهم العبثية. أيضا الحوثي استغل الهدنة التي يعني بادرت بها الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي لوقف العمليات العسكرية وخصوصا الطيران، لإفساح للعمل الإنساني، لمحاولة مقاربة جماعة الحوثي إلى الحل السلمي، لكنه استغل استغلالا سلبيا. أيضا استغل يعني اتفاق ستوكهولم وقام بتهريب الأسلحة التي اليوم تطلق على الأراضي اليمنية وعلى المملكة العربية السعودية وعلى الملاحة البحرية مثل الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وكذلك الخبراء الذين يقومون بإطلاق هذه الأسلحة على الأهداف المدنية. استغل كل ذلك وأصبحت اليوم هو يدير عمليات، طبعا هو لا يقوم إلا بحرب الوكالة لإيران، إيران هي من تدير العمليات. طيب ما هو دور الشرعية الآن؟ عفوا دكتور يحيى، ما هو دور الشرعية؟ ماذا عليها أن تقوم به؟ أخي الكريم، الشرعية مطالبة أولا بإنهاء اتفاقية ستوكهولم المشؤومة، هذه الاتفاقية التي لولاها لما يعني حصل الحوثي على هذه الأسلحة التي باتت اليوم تهدد الداخل اليمني وتضرب الملاحة البحرية وتهدد المدنيين داخل المملكة العربية السعودية. الصواريخ والطائرات دخلت من هذه الموانئ، إذا نحن بحاجة إلى أن هذه الاتفاقية المشؤومة، وبحاجة إلى يعني قرار سياسي يعني لتفعيل كل الجبهات العسكرية. نحن أمام
أمام يعني عدو لا ينفع معها السلم ولن ينفع معها السلم. واتفاقية ستوكهولم كانت هي سبب رئيسي في الانتكاسات التي حصلت مؤخرا. وأنا في اعتقادي اليوم أن دعم الجيش الوطني بالأسلحة ويعني الوقوف إلى جانب المنظمة أو المؤسسة العسكرية وكذلك الشرعية اليمنية والقبائل في مأرب هو خير يعني خير يعني سبيل للقضاء على هذه الجماعة. نحن اليوم في معركة هي معركة فاصلة حشد لها الحوثي كل قواه ويعني ينتظر أن يكون هناك اختراق في مأرب، لكن ما وجد هو يعني دفاع شرس ومقاومة لا نظير لها من قبل أبناء الجيش الوطني والقبائل اليمنية. استطاعت أن تحصد الكثير من ميليشيات هذه الجماعة، أصبحت الميليشيات يعني في وضع يحرج. وأنا في اعتقادي الجماعة الحوثية لن تتوقف إلا حينما تكسر عسكريا، ولن تكسر عسكريا ما دامت مدينة الحديدة تحت سيطرتها وما دامت الأسلحة تهرب إلى هذه المدينة والخبراء الذين يدرون العمليات العسكرية داخل اليمن. طيب دكتور عبد العزيز، الحديث الأمريكي دائما عن الجانب الإنساني، وكان حتى في البيان الذي دعا الحوثيين بأن هناك نحو مليون يمني لجأوا إلى مأرب والتي تخضع لسيطرة الشرعية منذ بداية هذه الحرب. طيب طالما أن هناك استهداف لحوالي مليون مدني لجأوا إلى هناك، لماذا هذا الموقف اللين وفقط دعوات بأن ابتعدوا عن إيران، اتجهوا للمفاوضات، توقفوا عن التقدم؟ يعني ما زلنا أمام ما يسمى بإمبيغوسيتي، حالة استغراب و يعني عدم وضوح الجانب موقف الجانب الأمريكي بالتحديد. احتمال يجب أن لا نتوقع أن الجانب الأمريكي يقوم بعمليات عسكرية مباشرة، هذا يحتاج إلى قرارات مختلفة، بالرغم أنه يمتلك القدرات والإمكانيات، وحينما أراد أن يحارب داعش والقاعدة في اليمن قام بتنفيذ عمليات واستهدف الأشخاص بحد ذاته ونفذ العمليات. هو يقول حل سياسي، هو يقول أن الحل سياسي، ولذلك أوقف حتى دعمه. ونحن مع الحل السياسي، المملكة دعت للحل السياسي، المملكة رحبت بالحل السياسي، المملكة شجعت الشرعية على الحل السياسي في ستوكهولم، في الكويت، في مسقط، في جنيف، في كل مكان كان هنالك دعوة للحل السياسي المملكة رحبت بهذا الشكل. ولكن أن يكون الحل السياسي من منظور إيش وبوجود إيش؟ ما نرفضه في المملكة ونرى أنه في المنطقة العربية ككل يجب أن لا تكون إيران، لأنه إيران اليوم وجهت دعوة الأمم المتحدة بأنها قابلة أن تسعى لحل في الأزمة اليمنية بشرط كذا. نحن لا يمكن أن نقبل أن تكافئ إيران على سياسة التدخلية والتوسعية التي استخدمتها في اليمن بأن تكون طرف في هذه المفاوضات. الدور الأمريكي يجب أن يكون دور حاسم وأساسي، والدور الأوروبي أيضا مهم في هذا الجانب، والقوى الأخرى بما فيها روسيا والصين أيضا يجب أن تعمل. يعني كنا استغرب أنا بعض التصرفات من هذه الدول فيما يتعلق بالوضع، لأنه انعكاساتها ليست فقط علينا في المنطقة وإنما عليهم هم أيضا. يعني أوروبا صادراتها تمر عبر مضيق باب المندب، إذا هذا المضيق غير آمن وإذا كان الحوثي يسيطر عليه وإذا كان التهديد قائم فيه فصادراتها تتأثر، الموارد التي تأتي إليها عبر باب المندب أيضا تتأثر، فهي مطلوب منها، لأنه أمن المنطقة هو أمن يعني مسؤولية دولية وليست فقط إنه عارف لدول التحالف. سنواصل النقاش. جرائم حرب نحو المدنيين دائما تقف خلفها الميليشيات الحوثية، مع إلغاء التصنيف الإرهابي للجماعة من قبل الولايات المتحدة ستبقى هذه الأفعال خير شاهد على إرهابية. نتابع.
دكتور يحيى أبو حاتم، هناك رغبة أمريكية تقول لحل الأزمة اليمنية سياسيا وأنه ليس لها حل عسكري، وهناك سكوت وتماهي عما يفعله الحوثي. هل تعتقد بأنه لتقوية موقفهم في المفاوضات القادمة، حتى الولايات المتحدة قالت بأنه ستواصل العمل مع الجماعة الحوثية، فقط القادة الذين هم في قائمة الإرهاب ربما 3 أو 4 فقط؟ أخي الكريم، هناك تناقض رهيب جدا في إدارة السياسة أو في السياسة الحالية للإدارة الأمريكية الحالية. نحن نتكلم على جماعة إرهابية ارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني ما لم ترتكبه أي جماعة إرهابية في العالم. هذه الجماعة الراديكالية العقائدية المتطرفة التي تنادي بالموت ليل نهار في شعارها الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، ولكنها تقتل أبناء الشعب اليمني. هذه الجماعة التي هدمت وفجرت وقتلت وتهدد الملاحة البحرية وتهدد الملاحة الجوية وتهدد الطاقة وتهدد الداخل والدول الجوار، لم تتخذ بحقها الإدارة الأمريكية شيء، ولكنها سعت إلى إخراجها من التصنيف الذي كانت قد وضعتها فيها الإدارة الأمريكية السابقة. هذا التناقض الرهيب شجع الميليشيات الحوثية، بل كان هدية من قبل الإدارة الحالية للجماعة الحوثية أن تمارس قتلها للشعب اليمني تحت غطاء الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التناقض الرهيب. اليوم أبناء الشعب اليمني وهم المعنيون يرون أن الولايات المتحدة هي الأول، هي الغطاء الرسمي للجماعة الحوثية، بل هي يعني داعم رئيسي، كما هم يصنفون بريطانيا بأنها هي من دعمت الجماعة حينما أوقفت العمليات العسكرية داخل الحديدة. هناك يعني نقيض للشعارات الحوثية ونقيض الأفعال الجماعة الحوثية، بالتالي هناك نقيض للسياسة الأمريكية تجاه هذه الأفعال التي تهدد الكل ولا تستثني أحد. أين القرارات الحاسمة؟ لماذا لا تتعامل معها كجماعة إرهابية ولكنها تسعى إلى المراوغة معها؟ للعلم، الجماعة الحوثية لولا التماهي من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي معها ومع أفعالها الرعناء داخل المنطقة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لكن هذا التماهي هو ما جعلها اليوم تضرب هذه القرارات على الحائط، وما جعلها اليوم تنفذ أجندة إيران في المنطقة بكل بقاحة وبكل شراسة، لأن المجتمع الدولي يتغاضى عنها. هناك بعض تداخلات في المصالح، من يرى أن جماعة الحوثي هي ورقة للضغط على دول الجوار وعلى رأس المملكة العربية السعودية لابتزاز المنطقة لتمرير أجندتها هنا وهناك، وهناك من يرى أن جماعة الحوثي هي هدية من السماء أتت لكي يعني تبيع أسلحتها هذه الدول، أو أن تمرر أجندتها، أو أن تجعلها ورقة للمفاوضة مع إيران، وكل هذا على حساب أبناء الشعب اليمني، وكل هذا على حساب الأمن والاستقرار في المنطقة والملاحة البحرية. دعني أسأل الدكتور عبد العزيز، النقاط التي قالها تمرير صفقات أسلحة أو مصانع الأسلحة دعمها، الولايات المتحدة والمبعوث الأمريكي لليمن يقول لن نسمح باستهداف السعودية، يجب تعزيز قدرتها الدفاعية. في موضوع أنه استخدامها كورقة ضغط، المبعوث الأمريكي أيضا يقول الولايات المتحدة مستمرة وتستخدم القنوات الخلفية للتواصل مع جماعة الحوثي. هل برأيك تبلورت خطة أم أنه فقط رغبة أمريكية أو حديث فقط عن رغبة أمريكية للحل؟ الحوثي بطبيعته يستخدم الأسلوب الإيراني في المماطلة والتسويف، ووجود المبعوث الأمريكي الجديد وهو دبلوماسي كفؤ جدا يعني وله قدرات جيدة ويفهم في الملف اليمني، ربما مبكر عليه أن يصل إلى نتائج سريعة في الوقت الحاضر، لأن الحوثي سوف يستخدم أساليب التسويف الإيرانية المعتادة، لأن إيران ما زالت ترى أن العراق واليمن ورقتين أساسية مهمة تريد أن تستخدمها وتستعجل فيها رفع العقوبات. هذا من جانب الحوثي، لكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ هل لديها خطة أم هي مجرد رغبة أو حديث فقط عن هذه الرغبة للحل؟ يعني نتمنى أن تتحول الرغبة إلى فعل، لكن هي في الأساس لابد أن تبدأ يعني سياسة وبموافقات وبإجراءات، ولابد يكون هناك تنسيق بين الأجهزة المعنية الأمريكية. بالنسبة لنا هم تأخروا في القرار ولم يعني يتقدموا كما يجب، ولكن أحيانا يعني ربما الكل يتحجج بما لديه من حجج. نعم، ما رأيك باختصار شديد دكتور يحيى أبو حاتم، هل هي فقط مجرد رغبة حتى الآن لدى الإدارة الأمريكية، لم تتبلور الرؤية كما قال الدكتور، باعتبار أنه المبعوث الأمريكي إلى اليمن عقد اجتماعات سواء مع الجانب الشرعية أو مع السعودية أو مع جوانب أخرى؟ في اعتقادي أن الإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية تنتهج نفس إدارة أوباما، وأوباما هو من تعامل مع إيران وجعل إيران تصل إلى ما وصلت إليه في المفاعلات النووية وفي يعني برنامج الصواريخ، وهذه الإدارة هي تناقض الإدارة الأمريكية السابقة، بل وسعت إلى إبطال كل القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة في محاربة الإرهاب. وأنا في اعتقادي أن هذه الإدارة ستمكن الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران أكثر وأكثر، وما لم يسح العرب ويتكاتفوا ويعلموا أنه لا خيار
خيار آخر للأمة العربية إلا بالوقوف إلى خلف المملكة العربية السعودية التي تقف حاجز صد كل هذه الأطماع الإيرانية في المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى أبو حاتم الباحث الأمني والعسكري، كنت معنا من القاهرة. استهداف جديد لمطار أربيل الدولي وللقاعدة الجوية في كردستان والتي بها جنود أمريكيون، غضب في واشنطن وتعهد بدعم جهود العراق في الدفاع عن سيادته، وحديث أمريكي صريح عن ضرورة مواجهة الميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق. بدورها تبنت سرايا أولياء الدم المسؤولية عن الهجوم، فمن هي هذه المجموعة؟ هل هي حقيقية أم مجرد واجهة وتدوير لأسماء الميليشيات؟ ما هي الخطة الأمريكية الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار في العراق؟ أهلا بكم مجددا، نواصل مع الدكتور عبد العزيز بن صقر من بغداد. ينضم إلينا الباحث الأمني والعسكري دكتور معن الجبوري. دكتور معن، من هي هذه الجماعة التي تبنت إطلاق الصواريخ على القاعدة الجوية وأيضا على مطار أربيل؟ مساء الخير لك والضيوف الكرام والسادة المشاهدين. فقط للتوضيح، أنا كمستشار أمني سياسي، لأن منصب وزير الدفاع هو منصب سياسي بعد 2003. على العموم، هذه العملية الإجرامية التي حدثت يوم أمس هي نسخة من العمليات التي كانت تحدث على مطار بغداد وعلى المنطقة الخضراء وباتجاه السفارة الأمريكية. كذلك حدثت قبل بضعة أشهر باتجاه أربيل نفسها بنفس الآلية. نتذكر معا وتحدثنا من خلال قناتكم الموقرة عندما حاولت السفارة الأمريكية ولوحت بأنها ستنقل السفارة من بغداد إلى أربيل نتيجة هجوم ميليشيات وفصائل الكاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد والمنطقة الخضراء. وطبعا هذه الرسالة تحمل أكثر من رسالة. الرسالة الأولى للداخل العراقي هي محاولة للضغط على حكومة الكاظمي التي حققت بعض النجاحات من خلال أولا إلقاء القبض قبل أسبوع على أكبر وأخطر عصابة الموت في محافظة البصرة، والتي قتلت العشرات من الناشطين والسياسيين، وحتى محافظ البصرة الأسبق الوائلي. لذلك هذه كانت خطوة مهمة وجريئة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أن تلقي القبض على هذه، هي ليست عصابة، هي ميليشيا فاعلة ومتنفذة، واستطاعوا إيداعها خلف القضبان وإحالتها إلى القضاء العراقي، وبالتالي ستكشف أسرار من يقف خلفها، ونحن نعلم أن لها غطاء سياسي آنذاك.
هذه التسمية التي تفضلت بها أستاذ العزيز، وهي أن سرايا أولياء الدم أو إلى آخره، هي نعم. مسميات وهمية، هي معروفة أجهزة وميليشيات تمثل أجندات خارجية وأحزاب سياسية لا طيب. تريد أن تفقد امتيازها ولا تريد أن يتحقق شيء على الواقع، خصوصا نحن نعلم أن هناك وفد عالي المستوى من حكومة إقليم كردستان في بغداد ويعمل جاهدا لغرض حل الإشكالات. بالتالي سأعود لك دكتور رمان الجبوري، دعني أشرك ضيفي إن سمحت لي هنا في النقاش. تقدم لافت ربما في الموقف الأمريكي، وتحدث عن ميليشيات مدعومة إيرانيا وأنت عددت الأسماء. يعني أولا هناك مجموعة رسائل أنا وجهة نظري، الأولى هي رسالة إيران أرادت أن تبث الولايات المتحدة، أنتم تأخرتم علينا، موضوعنا ليس في أولوياتكم، الوضع الاقتصادي والضائقة الاقتصادية في إيران تدفع بكثير يعني من القلق بالنسبة للقيادة الإيرانية الموجودة في إيران. فهي رسالة لأمريكا أنه تذكروا نحن موجودين، ما زال لنا تأثير. تكلموا في السابق أن السفارة الأمريكية يمكن أن تنقل من بغداد إلى أربيل، فهي أيضا رسالة أخرى أنه سوف نصلكم، سواء في بغداد بالصواريخ أو في أربيل إذا جينا. الصواريخ جاءت من جنوب أربيل ومرت عبر المدينة حتى انتقلت. هذه المنطقة أصلا يعني فيها قوات البشمركة وفيها قوات من الحشد الشعبي تسيطر عليها، فهو السؤال أين هذه القوات وأين كانت القوات الأمنية الأمريكية. بعض الصواريخ لم تطلق، يعني كانت ما زالت موجودة في اللونشر تبعها، في المطلق تبعها هي لم تطلق. ولكن يظل هو السؤال المهم، هل من وراء هذا، يعني في بعض يعني التحليل يتحدث أن حزب الله العراق، اختلفت الأسماء ولكن في نهاية المطاف هي إيران من يدعمها. لدينا 17 فصيلا نعم. أو ميليشيا جديدة صحيح. بأسماء لا أحد يعرفها نعم. بالتالي هل المهم هو البحث عن لا. الأسماء والعدد لا. أم لمن تتبع هذه الميليشيات؟ لمن تتبع هو الأساس، يعني إيران هي التي تدعمها، هي التي تدربها، هي التي تقدم لها المعلومات، هي التي تعطيها الأوامر بالتنفيذ، وهذا أصبح يعني واضح لجميع الأطراف. يعني في سبتمبر الماضي لما ضربت أربيل بعدة صواريخ كان وراءها جماعات من هذه الجماعات التي يعني اتهمت فيها في ذلك الوقت. فالجماعات موجودة بأسماء مختلفة، ولكن الداعم، الموجه، الممول، المقدم السلاح لهم، إعطاء الإحداثيات والمواقع وكذا، هو الجانب الإيراني، هو الذي يقدم. دكتور معن، هناك من قال بأنه واشنطن قد تعمل مع بعض هذه الميليشيات من أجل استهدافات محدودة دون وقوع أضرار، من أجل أيضا تعزيز تواجدها وبقائها في العراق، والدليل أنه حتى الناتو الآن رفع جنوده من 500 إلى 5000 على سبيل المثال. حقيقة لا أتفق مع هذه النظرية، لأن أمريكا لا تحتاج إلى سيناريو بهذا المستوى، وأن تتضرر بعض القوات وأن تضطر لهذه المسرحية لكي تدخل. نعلم أمريكا عندما تريد أن تدخل جيشت ربع مليون كوماندوز أمريكي ودخلت العراق ودخلت أفغانستان و إلى آخره. على العموم طبعا هاي العملية أتت بنتائج عكسية. أنا أتفق مع وكنا نتوقع أن أمريكا ستستثمر بهذا الحدث وأنها سترسل مزيدا من القوات، على العكس ما كانت تطالب به إيران والفصائل الموالية لإيران والأحزاب الموالية لإيران والميليشيات التي تعلن وقوفها إلى جانب إيران، بأنها على أمريكا أن تنسحب. وكنا نعلن مرارا وتكرارا بأن أمريكا لا يمكن أن تستسلم لهذه الفصائل وهذه الميليشيات. طيب الآن دكتور معن الجبوري اسمح لي، هناك حديث بعد أن قدمت ما قدمت. نعم، هناك حديث من المندوب الأمريكي أو القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، وقال إدارة بايدن لديها خطة، وليس فقط خطة بل استراتيجية، خطة استراتيجية لتحقيق الاستقرار في العراق. ما هي ملامح هذه الخطة برأيك؟
نعم أنا أتفق أن بايدن وإن كان الآن مشغولا وهذه متفق عليها في الوضع الداخلي كورونا والوضع الاقتصادي وبعض القرارات التي اتخذها ترامب، هو أعلن في انتخاباته أنه يجب أن يغير المعادلة، ولكن على مستوى العراق، العراق يبقى ركيزة وقاعدة استراتيجية لأمريكا وجزء من حلفاء أمريكا، وسيخطو خطوات مهمة بهذا الاتجاه. ومن ثم إيران الآن تقف على صفيح ساخن أستاذ العزيز، إيران تنتظر، كانت تتوقع أن يكون هناك مبادرة سريعة من بايدن ومن البيت الأبيض الأمريكي. طيب هذا بأن يعود إلى المفاوضات. نعم. وأن تمنح جزرة أمريكا، فلذلك هي تصعد إلى إيران. نعم. لأجل حل الإشكالية، ولكن واضح. طيب الأجندة الأمريكية دكتور عبد العزيز بن صقر في العراق وأيضا أين الدول العربية ونحن تحديدا منها دول الخليج؟ أنا اعتقادي هنالك قضيتين أساسية بالنسبة للولايات المتحدة. الأول هو استمرار الحرب على الجماعات الإرهابية وداعش بالتحديد، فهي ما زالت موجودة ولذلك هي سوف تستمر في هذه الحرب بشكل عام. النقطة الثانية هي احتواء النفوذ الإيراني في العراق، لأنه أمريكا لا ترغب في استمرار التمدد النفوذ الإيراني في العراق، لأنها اكتشفت أن هذا يضر بمصالحها ومصالح حلفائها. في الأجندتين الاثنين هذه نحن موقفنا يجب أن يكون داعم الولايات المتحدة فيها، ولكن في الموضوع في الأول في الحرب على الإرهاب ما عندنا مشكلة وداعش وكذا. مشكلتنا في احتواء إيران، كيف سوف تتعامل بالتحديد الولايات المتحدة مع إيران، وإلى أي مدى ومتى سوف تنفذ وكيف سوف تتفاوض وعلى أي أسس سوف يتم، هذا بالنسبة لنا ما زال يعني غير واضح وغير دقيق. هل تعتقد أو لا ترى صراحة بأنه ما يحصل في اليمن هو نفسه ما يحصل في العراق، أو في على الأقل الآن السعودية الوضع يشابه العراق في ناحية استهداف الميليشيا الحوثية التابعة لإيران المستمر، والموقف الأمريكي اللين الذي تحدثنا عنه، وفي العراق هناك ميليشيات تستهدف العراقيين وتستهدف مصالح أمريكية وإن بقدر أقل. المسيرات التي أتتنا قبل فترة يعني على مدينة الرياض يومين وراء بعض، كانت مرة ثلاثة ومرة كانت إحداها، كانت يعني قادمة من صحراء سماء ومن العراق، وهذه يعني مسيرات إيرانية ليست يعني مسيرات لا حشد شعبي ولا هذا، هم أداة اللي استخدموه هناك. ولذلك السؤال هو الذي يطرح نفسه، من الذي يسيطر على حرس الحدود في العراق؟ من الذي يمتلك السلطة؟ من الذي يسمح بمرور كل هذه الأسلحة والصواريخ والعتاد والمعدات من عبر من إيران إلى العراق حتى تكون في أيدي هذه الجماعات حتى تستخدم على أي طرف؟ الذي أتانا أيضا من اليمن والمسيرات هي إيرانية الصنع، كيف مرت عبر المياه الدولية وكيف دخلت الموانئ وكيف وصلت إلى أيديهم وكيف تم يعني تطويرها وتحديثها بحيث أن يكون لها يعني تحديث المواقع، دقة التحديد في المواقع هي إيران. فهو السؤال، هنالك تخاذل دولي وهنالك تخاذل أيضا يعني من بعض الدول الكبرى التي كان يجب أن تلعب دور أكبر وأهم. طيب دكتور معن، بلينكن تحدث عن دعم أيضا مستمر لمحاسبة المسؤولين، مساعدة العراق محاسبة المسؤولين وحتى في موضوع الفساد، بالتالي ما هو الدعم دون أن نتحدث عن خطة أكبر، الدعم في المرحلة المستقبلية القريبة؟ عندما تشعر الحكومة العراقية الحالية تحديدا أن هناك دعم إقليمي ودولي وحتى من ضمنها كما تفضلت قبل قليل من الدول العربية، هذا يعطي الحكومة زخما كبيرا في محاسبة الفاسدين، لأن نعلم أن كبار الفاسدين، وفي العراق هناك مصطلح يسمى حيتان الفساد، هم قيادات سياسية وقيادات دينية وقيادات عسكرية، هذه لديها نفوذ لا تستطيع الحكومة العراقية لوحدها أن تحاسبهم وأن تتخذ إجراءات حاسمة ضدهم، ونحن نعلم هم متغولون وهم يمتلكون المال والجاه والسلاح وحتى القرار في البرلمان. عليه عندما تعلن أمريكا مساندتها وتترجمها إلى واقع فعلي على الأرض، هذا يعزز موقف الحكومة العراقية إلى محاسبتهم وبالتالي إلى تسميتهم بالأسماء دون التلميح. نحن نعلم أن منذ فترة طويلة هناك تلميح إلى أطراف أخرى وطرف ثالث
وهناك مسميات مبهمة إلى المبني المجهول دائما. طيب. ولكن عندما إذا ما أعلنت أمريكا وترجمت هذا الواقع حقيقة سيكون هذا داعم قوي للحكومة العراقية التي ماضية قدما في هذا التوجه، وأن تحس بأن لديها دعامة كبيرة من أمريكا ومن التحالف الدولي ومن المحيط العربي والإقليمي، هذا يعزز هذا، وهذه تعتبر دعنا حقيقة نسلط الضوء دكتور مان الجبوري على هذه المجموعات في العراق. نعم سأعود لك، ولكن اسمح لي أن نسلط مزيدا من الضوء على هذه المجموعات التي الجديدة في العراق، ميليشيات لا يعرف من هم قادتها ولا طريقة نشأتها، وتتبنى هجمات إرهابية ما جعل البعض يعتقد أو يسميها فصائل الظل. دكتور عبد العزيز، ما الذي تغير اليوم في الاستهداف السابق لمطار أربيل؟ لم تتبنى أي جهة، وإن كانت حكومة كردستان أشارت إلى الحشد الشعبي، الآن لدينا تبني وبصورة سريعة جدا. صحيح، يعني في الاعتداء السابق اللي في سبتمبر اتهمت حكومة أربيل الحشد بأنه هو اللي كان وراها. أنا قلت يمكن هي رسائل محددة ولها توقيتها، وهي أيضا للتأكيد بأن الدور الإيراني ما زال قائم سواء للولايات المتحدة أو للرئيس الوزراء الكاظمي، بأن هذه التهديدات سوف تظل مستمرة وأنها قائمة. هنا أيضا هي أرسلت رسالة للولايات المتحدة لأنها بالقرب من مقرات أمريكية في القريبة من مطار أربيل، فهي أيضا رسالة كبيرة ومهمة في هذا الجانب. طيب دكتور معن، وباختصار إن تكرمت، هل الولايات المتحدة في ظل سعيها للعودة إلى الاتفاق النووي والمفاوضات عليه، هل يمكن أن تدفع إيران للخلف قليلا وتخرجها نوعا ما من العراق باختصار؟ نعم، أنا أعتقد سيستفيد بايدن من الضغوطات التي فرضها ترامب على أمريكا. طبعا هذا السقف سيبدأ منه الجانب الأمريكي التفاوض مع إيران، لا يمكن لأمريكا أن تستسلم بسهولة وتعطي كل ما ترغب به إيران، لذلك إيران الآن في موقف صعب وتحاول أن تحرك أذرعها لكي تستعرض عضلاتها بأن لديها نفوذ في العراق وسوريا ولبنان واليمن وإلى آخره. على هذا الأساس أنا أتوقع أن بايدن سيحقق مكاسب، وعملية الاسترخاء التي يقوم بها بايدن الآن هو عملية حقيقة حصر إيران في زاوية حرجة. شكرا. لأن إيران متلهفة إلى المفاوضات
متلهفة إلى رفع الحصار، متلهفة إلى أن تعود بقوتها ونفوذها، ولكن الإشارات هذه من أمريكا التي يلومها البعض عليها أنا أجدها مناسبة وإيجابية وتأتي أكلها بالضغط على إيران. شكرا جزيلا لك المستشار الأمني والسياسي لوزير الدفاع العراق دكتور معن الجبوري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد. نشرت نيويورك تايمز تقريرا يكشف عن تنشيط إيران لخلايا نائمة في إثيوبيا بوغة استهداف مصالح أمريكية. التواجد الإيراني في القارة السمراء ليس بالأمر الجديد، وإن اختلفت أدوات وأهداف كل مرحلة، فما هي أهداف هذه المرحلة تحديدا؟ هل يرتبط بالرغبة الإيرانية في التوسع الإقليمي؟ هل نشر المذهب الشيعي هدف؟ أم أن هناك مشروعا سياسيا أكبر وأعم؟ دكتور عبد العزيز، الدوافع الإيرانية للتوغل والتغلغل في القارة السمراء، هل هي دينية، هل هي اقتصادية، هل هي سياسية؟ مجتمعة، لأن هي تستخدم البعد الطائفي كوسيلة لنشر والتوسع الشيعي في أفريقيا، ولكنها أيضا تستخدم هذه الخلايا وهذه الوسيلة كعملية استخبارية لزراعة الخلايا المطلوبة فيها. هي أيضا استخدمت بعض العرب الموجودين من أصول عربية وكانوا مقيمين في أفريقيا من شيعة العرب الموجودين وبعض منهم، ليس كل منهم ولا يجوز اتهام الجميع، ولكن استخدمت البعض منهم حتى تكون أداة لتوسيع النفوذ والعلاقة باستخدام البعد الطائفي في التمكين والبناء الاستخباري الدقيق جدا، بناء الخلايا التي تستطيع أن تؤثر، وتطبيق نفس مبدأ الميليشيات المسلحة في أماكن مختلفة في أفريقيا. وهذا الأسلوب اللي اعتمدته، وهي تختلف من دولة لدولة نفوذها وقوتها فيما يتعلق بأفريقيا حسب وضع الدولة. أيضا أخذت آلاف الطلبة الأفارقة وجاءت بهم إلى إيران، درستهم، علمتهم في الحوزة، قدمت لهم الجانب العلمي والتعليمي والدعم المادي حتى يكونوا عناصرها التي تنفذ بهم يعني مخططاتها في أفريقيا. طيب، الآن ينضم إلينا من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور بشير عبد الفتاح. أهلا بك دكتور بشير. التواجد الإيراني ليس بالشيء الجديد، وهناك تقارير غربية تحدثت عنه مرارا وفي دول عدة، ربما آخرها ما ذكرته نيويورك تايمز في إثيوبيا، لكن ما هي الأهداف؟ هل نشر المذهب الشيعي تحديدا أم أن هناك هدف أعم وأشمل وأكبر؟ تحية لك أستاذ مفرح ولضيفك الكريم في الاستوديو الدكتور عبد العزيز ولكل مشاهديك وأسرة العمل في برنامجك المتميز. إيران دولة برغماتية بالأساس، صحيح أنها تحتاج إلى مظلة دينية عقائدية طائفية شيعية، لكن ما يحركها هو المصلحة. إيران تتطلع إلى توسيع نفوذها، وهذا يسبق قيام الثورة في العام 1979، كانت تشخص بأبصارها صوب أفريقيا،
تريد التموضع، تريد الانتشار، تريد البحث عن ساحة جديدة للنفوذ. ثم بعدما تدهورت علاقاتها بالدول الغربية باتت أفريقيا ساحة لتصفية الحسابات، لأن بها دول رخوة، دول تضعف فيها السلطة المركزية، تعاني حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، تتموضع بها جماعات إرهابية موالية لإيران كالقاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات الفرعية التي أعلنت الولاء والبيعة لهذين التنظيمين. أيضا بها مناطق يتعذر على السلطة المركزية الوصول إليها ويجعلها ساحة لمراكز التدريب وغير ذلك. هي أيضا غنية بالثروات الطبيعية كاليورانيوم الذي تحتاجه إيران لمواصلة البرنامج النووي. ومن ثم مسألة التشييع، مسألة الدور الطائفي والعقائدي تأتي في مرتبة تالية. إيران تتطلع إلى تهديد الملاحة البحرية في باب المندب، تريد الضفة الغربية من البحر الأحمر حيث الصومال، إريتريا، جيبوتي، هذه البلدان، لذلك هي تتموضع في هذه المناطق حتى تحكم السيطرة على الملاحة البحرية فتهددها في باب المندب، وحتى تكون قريبة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية لمباشرة الضغط عليها. لذلك طيب ما فرص الآن عفوا دكتور بشير، ما فرص سيطرتها أو إن سيطرت ميليشيا الحوثي على خليج عدن باب المندب وبالتالي تصبح قريبة من الصومال، من كينيا، من إثيوبيا، ثم تتجه إلى داخل القارة الإفريقية؟ الصومال تعد منصة تنطلق منها إيران إلى باقي دول أفريقيا، لأن الصومال تتوفر فيها يعني مواصفات استراتيجية مثالية. هي دولة تعاني التمزق والانقسام، بها حركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي أعلنت البيعة للتنظيم، وكما نعلم قيادات القاعدة موالون لإيران وبينهم تنسيق مع طهران، لذلك استطاع الحرس الثوري وتحديدا الوحدة رقم 400 أن تتموضع هناك وأن تقيم مراكز للتدريب. أيضا توسعت بالوسائل الناعمة وبالخلايا النائمة في هذه المنطقة، ومنها تنطلق إلى باقي الدول الأفريقية. هناك مزية أخرى، أن الرقابة الدولية على شواطئ الصومال التي تسيطر على غالبيتها حركة الشباب ضعيفة للغاية، مما مكن إيران من التنسيق مع حركة الشباب للاستفادة من الشواطئ الصومالية لمقابلة الأراضي العربية على الضفة الشرقية من البحر الأحمر. حتى الآن استطاعت إيران أن تحقق إنجازات بعض الشيء، لكن الرقابة الدولية والعربية لهذه التحركات تجعلها بطيئة للغاية. لكن هناك اندفاعة إيرانية قوية بسبب الحصار الشديد في إيران وفي محيط آخر كدول أمريكا اللاتينية والدول العربية، لذلك يظل التطلع إلى أفريقيا مركزي بالنسبة لإيران. الغريب دكتور عبد العزيز بأنه صحيفة أو موقع التلغراف البريطانية، موقع الصحيفة، نشر تقريرا سابقا في العام الماضي بأن إيران بدأت في تأسيس هذه الخلايا النائمة بعد توقيع الاتفاق النووي، فبالتالي إذا لم يكن هناك اتفاق فهناك برنامج نووي سيستمر، وإن كان هناك اتفاق فهناك تمدد حتى في إفريقيا، ما الحل؟ هي يعني بالتأكيد هذه سياستها ولن تحول عنها، على فكرة هي تحاول تختار بعض الدول والاستهدافات التي تمت، تتحجج بأنها ضد النفوذ الإسرائيلي في أفريقيا، وهذا غير صحيح، لأن الإسرائيليين من حارب وجودهم في أفريقيا كانت أولهم الملك فيصل رحمة الله عليه حينما دعا لدعوة التضامن الإسلامي، جاء بعد ذلك دور الجامعة العربية ودور القذافي، الحقيقة ساهم إسهام كبير في هذا الجانب. هذول اللي اشتغلوا على موضوع الخروج الإسرائيلي، هي اعتداءها على السفارة في أديس بالنسبة الإماراتية رسالة بمعنى أنها ضد التطبيع وضد ما يحصل بين إسرائيل وبين الإمارات، ولكن هي أيضا استهدفت السفارات الأمريكية والإسرائيلية في دول وفي مناطق هي ضعيفة لا توجد فيها حماية، أنت تستخدم حتى الحماية الدبلوماسية، ولكن حتى من العام 2010 كان هناك ضبط لأسلحة ولعملاء للحرس الثوري وللمخابرات الإيرانية باستمرار في هذه الدول، وكانت هناك توتر في العلاقات بين هذه الدول وإيران لاحقا. هذا صحيح، ولكن مع هذا استطاعت إيران أن تتجاوز مراحل هذه التوترات، وأيضا هنالك ضعف وتخاذل دولي فيما يتعلق بتحجيم هذا النفوذ واستخدام البعد الطائفي والسياسة التوسعية والعمليات الميليشياوية الإرهابية التي تقوم بها إيران، سواء من ناحية التجنيد أو من ناحية بناء الخلايا وتدريبها وتجهيزها. دكتور بشير، أمام كل هذا، وكنت سألت في الملف السابق دكتور عبد العزيز هنا عن الخطة العربية ربما في العراق مع الأجندات الأمريكية والخطة الاستراتيجية، بالتالي نفس السؤال لك ولكن في مكان آخر، الخطة العربية في إفريقيا هل من تواجد، هل من مشروع؟
للأسف الشديد أستاذ مفرح، تمدد الأطراف غير العربية في الفضاءات العربية وتلك القريبة من الفضاءات العربية يعود إلى الانكماش العربي. الدول العربية كانت مثقلة خلال العقدين الماضيين بحزمة من الأزمات، اعتداءات من دول عربية على أخرى عربية كما جرى من الاحتلال العراقي للكويت وما تلا ذلك من احتلال أنجلو أمريكي للعراق، ثم ما عرف بثورات الربيع العربي. كل هذا أرهق الدول العربية وجعل العمل العربي المشترك في حالة من الترهل والانقسام والتشظي، مما فتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الخارجية ليس فقط في المحيط العربي وإنما في داخل الدول العربية نفسها. فبيتنا نرى إيران وإسرائيل وتركيا وإثيوبيا تتغول على الدول العربية في غير موضع. لذلك ما تقوم به إيران في أفريقيا إنما هو تحرك في فضاء كان من المفترض أن يتموضع فيه العرب وأن يتواجد فيه العرب. الرئيس السيسي أطلق في آخر مؤتمر للقمة الأفريقية دعوة لإقامة قوة أفريقية لمحاربة الإرهاب، وهناك دعوات أيضا لدور عربي في أفريقيا لمحاصرة النفوذ الإيراني، النفوذ التركي، النفوذ الإسرائيلي. لكن للأسف الشديد حالة التدهور التي يشهدها العمل العربي المشترك. طيب دكتور بشير، وباختصار أنت كرمت، هناك من يقول بأنه مشكلات إيران الداخلية حالت ربما على التوسع أو تحقيق أهدافها بشكل كامل في إفريقيا، وفشلت المرحلة الأولى في عهد أحمد نجاد، والآن نحن أمام مرحلة جديدة وربما ستتبع مراحل، بالتالي ألا يتوجب أن يبدأ العمل العربي من الآن؟ وإلا ما الفائدة من البكاء لاحقا على اللبن المسكوب؟ بالفعل أستاذ مفرح، السياسة الخارجية لأي دولة هي انعكاس لسياستها الداخلية. إيران تعاني حالة من الانقسام السياسي، مرحلة تحول ما بين الثيوقراطية الدينية إلى الثيوقراطية العسكرية. الآن هناك وجهتا نظر في إيران، وجهة تحبذ الدبلوماسية وهي الخارجية والرئاسة، ووجهة أخرى تحبذ العسكرة والترخلات العسكرية وتجنيد الميليشيات والقوى الخارجية، وهي وجهة نظر الحرس الثوري المهيمن والمسيطر على القرارات. لذلك أتصور أنها فرصة أمام الدول العربية وتحديدا دول القيادة العربية الثلاث، مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاستنهاض الدول العربية لإعادة رسم خارطة التحركات العربية إقليميا ودوليا. الآن الدول العربية تتجاوز تدريجيا محناها الداخلية وتستطيع أن تشخص بأبصارها صوب الخارج وأن تعيد رسم سياستها الخارجية بما يخدم مصالحها ويسد الطريق أمام دول الجوار الطامعة فيها. دكتور بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. أشكرك رئيس مركز الخليج للأبحاث دكتور عبد العزيز بن صقر ضيفي هنا في الاستوديو، وشكر موصول لكم مشاهدينا. اهتمام إيران في القارة السمراء ليس بالجديد، فوفقا لمعلومات استخباراتية نشرتها الفورين بوليسي تستخدم طهران عناصر من حركة الشباب الصومالية لشن هجمات ضد القوات الأمريكية. نتابع ونلتقي غدا في أمان الله.